مع نفحات الصباح اكتظاظ كبير للمصوتين في الانتخابات بالمحرق وسعادة غامرة عبروا عنها للأيام. والله عندنا عيد اليوم، احنا عندنا عيد اليوم، عيد الوطن. هذا وطن دي ما يسمنا بذهب بعد. هذا عيد، هذا عيدنا، هذا فرحتنا اليوم، وإن شاء الله اللي فيه الخير بقدم رب العالمين. اليوم نحسن ما يكون يا بنت، الشعور جيد، وأتمنى كل مواطن يشارك. نستانس على هاي الانتخابات إن شاء الله، وهاي في صالح البلد والدولة إن شاء الله. والله شعور إن شاء الله كمواطن، هذه عرس بحريني، والكل لازم يشارك، والبحرين تستاهل. يعني هاي هذه احتفال وطني احنا نحتفل فيه. والله واجب وطني لازم نأدي، يعني واجب وطني نرشح الشخص المستحق يعني.